بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. ويل كلمة عذاب ووعيد للمطففين، وفسر الله المطففين بقوله الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، أي أخذوا منهم وفاء عما ثبت لهم قبله يستوفونه كاملا من غير نقص. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، أي إذا أعطوا الناس حقهم الذي للناس عليهم بكيل أو وزن يخسرون، أي ينقصونهم ذلك إما بمكيال وميزان ناقصين أو بعدم ملء المكيال والميزان أو نحو ذلك، فهذا سرقة لأموال الناس وعدم إنصاف لهم منهم. وإذا كان هذا الوعيد على الذين يبخسون الناس بالمكيال والميزان، فالذي يأخذ أموالهم قهرا أو سرقة أولى بهذا الوعيد من المطففين. ودلت الآية الكريمة على أن الإنسان كما يأخذ من الناس الذي له يجب عليه أن يعطيهم كل ما لهم من الأموال والمعاملات، بل يدخل في عموم هذا الحجج والمقالات، فإنه كما أن المتناظرين قد جرت العادة أن كل واحد منهما يحرص على ما له من الحجج، فيجب عليه أيضا أن يبين ما لخصمه من الحجج التي لا يعلمها، وأن ينظر في أدلة خصمه كما ينظر في أدلته هو. وفي هذا الموضع يعرف إنصاف الإنسان من تعصبه واعتسافه، وتواضعه من كبره، وعقله من سفهه. نسأل الله التوفيق لكل خير. ثم توعد المطففين وتعجب من حالهم وإقامتهم على ما هم عليه، فقال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالذي جرأهم على التطفيف عدم إيمانهم باليوم الآخر، وإلا فلو آمنوا به وعرفوا أنهم يقومون بين يدي الله يحاسبهم على القليل والكثير لأقلعوا عن ذلك وتابوا منه. يقول تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وهذا شامل لكل فاجر من أنواع الكفرة والمنافقين والفاسقين، لفي سجين. ثم فسر ذلك بقوله وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم، أي كتاب مذكور فيه أعمالهم الخبيثة. والسجين المحل الضيق الضنك، وسجين ضد عليين الذي هو محل كتاب الأبرار كما سيأتي. وقد قيل إن السجين هو أسفل الأرض السابعة، مأوى الفجار ومستقرهم في معادهم. ويل يومئذ للمكذبين، ثم بين المكذبين بأنهم الذين يكذبون بيوم الدين، أي يوم الجزاء، يوم يدين الله فيه الناس بأعمالهم. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، وما يكذب به إلا كل معتد على محارم الله متعد من الحلال إلى الحرام. أثيم أي كثير الإثم، فهذا الذي يحمله عدوانه على التكذيب ويوجب له كبره رد الحق. ولهذا إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، إذا تتلى عليه آياتنا الدالة على الحق وعلى صدق ما جاءت به رسله كذبها وعاندها، قال أساطير الأولين، أي من ترهات المتقدمين وأخبار الأمم الغابرين ليس من عند الله تكبرا وعنادا. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما من أنصف وكان مقصوده الحق المبين فإنه لا يكذب بيوم الدين، لأن الله قد أقام عليه من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة ما يجعله حق اليقين، وصار لقلوبهم مثل الشمس للأبصار، بخلاف من ران على قلبه كسبه وغطته معاصيه فإنه محجوب عن الحق. ولهذا جوزي على ذلك بأن حجب عن الله كما حجب قلبه في الدنيا عن آيات الله. ثم إنهم لصال الجحيم، ثم إنهم مع هذه العقوبة البليغة لصال الجحيم. ثم يقال لهم توبيخا وتقريعا ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، فذكر لهم ثلاثة أنواع من العذاب، عذاب الجحيم وعذاب التوبيخ واللوم وعذاب الحجاب من رب العالمين.
المتضمن لسخطه وغضبه عليهم، وهو أعظم عليهم من عذاب النار. ودل مفهوم الآية على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وفي الجنة ويتلذذون بالنظر إليه أعظم من سائر اللذات، ويبتهجون بخطابه ويفرحون بقربه، كما ذكر الله ذلك في عدة آيات من القرآن، وتواتر فيه النقل عن رسول الله. وفي هذه الآيات التحذير من الذنوب، فإنها ترين على القلب وتغطيه شيئا فشيئا حتى ينطمس نوره وتموت بصيرته، فتنقلب عليه الحقائق فيرى الباطل حقا والحق باطلا، وهذا من بعض عقوبات الذنوب. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. لما ذكر أن كتاب الفجار في أسفل الأمكنة وأضيقها، ذكر أن كتاب الأبرار في أعلاها وأوسعها وأفسحها، وأن كتابهم المرقوم يشهده المقربون من الملائكة الكرام وأرواح الأنبياء والصديقين والشهداء. وينوه الله بذكرهم في الملأ الأعلى، وعليون اسم لأعلى الجنة. فلما ذكر كتابهم ذكر أنهم في نعيم، وهو اسم جامع لنعيم القلب والروح والبدن. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. على الأرائك أي على السرر المزينة بالفرش الحسان، ينظرون إلى ما أعد الله لهم من النعيم، وينظرون إلى وجه ربهم الكريم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف أيها الناظر إليهم، في وجوههم نظرة النعيم أي بهاء النعيم ونضارته ورونقه، فإن توالي اللذة والسرور يكسب الوجه نورا وحسنا وبهجة. يسقون من رحيق مختوم، يسقون من رحيق وهو من أطيب ما يكون من الأشربة وألذها، مختوم ذلك الشراب. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ختامه مسك، يحتمل أن المراد مختوم عن أن يداخله شيء ينقص لذته أو يفسد طعمه، وذلك الختام الذي ختم به مسك. ويحتمل أن المراد أنه الذي يكون في آخر الإناء الذي يشربون منه الرحيق حثالة، وهي المسك الأذفر، فهذا الكدر منه الذي جرت العادة في الدنيا أنه يراق يكون في الجنة بهذه المثابة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك النعيم المقيم الذي لا يعلم مقداره وحسنه إلا الله، فليتنافس المتنافسون أي يتسابقوا في المبادرة إليه والأعمال الموصلة إليه، فهذا أولى ما بذلت فيه نفائس الأنفاس وأحرى ما تزاحمت للوصول إليه فحول الرجال. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. ومزاج هذا الشراب من تسنيم، وهي عين يشرب بها المقربون، يشرب بها المقربون صرفا، وهي أعلى أشربة الجنة على الإطلاق، فلذلك كانت خالصة للمقربين الذين هم أعلى الخلق منزلة، وممزوجة لأصحاب اليمين أي مخلوطة بالرحيق وغيره من الأشربة اللذيذة. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. لما ذكر تعالى جزاء المجرمين وجزاء المؤمنين وذكر ما بينهما من التفاوت العظيم، أخبر أن المجرمين كانوا في الدنيا يسخرون بالمؤمنين ويستهزئون بهم ويضحكون منهم ويتغامزون بهم عند مرورهم عليهم احتقارا لهم وازدراء، ومع هذا تراهم مطمئنين لا يخطر الخوف على بالهم. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم صباحا أو مساء انقلبوا فكهين أي مسرورين مغتبطين، وهذا من أعظم ما يكون من الاغترار
أنهم جمعوا غاية الإساءة والأمن في الدنيا، حتى كأنهم قد جاءهم كتاب من الله وعهد أنهم من أهل السعادة، وقد حكموا لأنفسهم أنهم أهل الهدى وأن المؤمنين ضالون، افتراء على الله وتجرؤا على القول عليه بلا علم. قال تعالى: وما أرسلوا عليهم حافظين، أي وما أرسلوا وكلاء على المؤمنين ملزمين بحفظ أعمالهم حتى يحرصوا على رميهم بالضلال. وما هذا منهم إلا تعنت وعناد وتلاعب ليس له مستند ولا برهان، ولهذا كان جزاؤهم في الآخرة من جنس عملهم. قال تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فاليوم، أي يوم القيامة، الذين آمنوا من الكفار يضحكون، حين يرونهم في غمرات العذاب يتقلبون وقد ذهب عنهم ما كانوا يفترون، والمؤمنون في غاية الراحة والطمأنينة. على الأرائك ينظرون، على الأرائك وهي السرر المزينة، ينظرون إلى ما أعد الله لهم من النعيم، وينظرون إلى وجه ربهم الكريم. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، أي هل جوزوا من جنس عملهم؟ فكما ضحكوا في الدنيا من المؤمنين ورموهم بالضلال، ضحك المؤمنون منهم في الآخرة ورأوهم في العذاب والنكال الذي هو عقوبة الغي والضلال. نعم، ثوبوا ما كانوا يفعلون عدلا من الله وحكمة، والله عليم حكيم.